الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ثم قال: أو النزح منه حتى لا يبقى للنجاسة أثر. ما رأيكم في بئر تنجست أو يمكن غسلها؟ بئر تنجست أو يمكن غسل مائها؟ نخرج ماءها فنغسله ثم نرده؟ الجواب لا. إذن ماذا نفعل في البئر المتنجسة؟ قالوا لك ثلاثة أحوال: إما أن تنتظر حتى يزول وصف النجاسة بنفسه، وإما أن تضيف إليه طهور وإما أن تضيف إليه طهورا آخر حتى يزول وصف النجاسة، وإما أن تنزح منها حتى يزول وصف النجاسة.